نرجع لستة على ستة، خطوة الكوميديا هذه من ضمن الخطوات الجريئة كانت بالنسبة لك؟ لو أنا مرات أوقف يم خطوات من آخذ يعني من أركز على تاريخ أحد النجوم اللي أنا أهواهم، من أشوف الخطوات أقول هذه دارسيها، لو جتي بالصدفة، لو أكو بعض الأساتذة يكونون هم عندهم الموضوع أنه خلاص إيش ما يعرض علي لازم أتصدى له. لا أنا إيش كنتي بهاي اللحظة؟ لا أنا من الناس اللي رفضت كثير كثير من الأعمال. رفضتي؟ يعني مثلا أنا رفضت ذئاب الليل مثلا. أها. مسلسل المهم مثلا هذا اللي على مصاري قبل الدراما العراقية. مثلا ندمتي؟ ها؟ ندمتي على لا 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 ما أندم لا أبدا. رفضت كثير من الأفلام أيضا. بس بوقتها كنت أريد أشتغل يعني شيء مختلف عن شيء آخر. مختلف عن العاشق؟ تماما، لازم يعني أنا حسب اللحظة مو حسب الآن، حسب اللحظة. يعني مثلا أنا خلصت خلينا نقول ستة على ستة، أوكي، رحت وين؟ رحت على شيء من القوة مختلف تماما الشخصية، هذه بغدادية وهذه ريفية. لو جايش كوميدي بعد ستة على ستة كنتي اشتغلتي كوميدي لو كنتي رفضتي؟ ما هو رفضت 100% كان اجاني ورفضته. اجاك 100%؟ اي كان الي ورفضته. اها، اذا انت قاصدة قضية التنوع. اي نعم، انا قاصدة التنوع بالاداء، انا يهمني الاداء، ولهذا الدكتورة مالتي كانت بالاداء تحديدا. بالاداء، لان يهمني الاداء، يعني اعتقد الفن هو اداء بالدرجة الاولى. 100% أكيد. طبعاً. أكيد ولهذا يعني بالنسبة لي الأداء قضية مهمة ودائما التفكير بيها، يعني ما انساها. فتي بالجو مال الكوميديا ويا الأستاذ قاسم ملاك، الناس هواي حبوكم، شافوكم ثنائي جدا محبوب وجدا ناجح بالفيلم، شلون كان الدخول بالجو مال الكوميديا بالنسبة إليك؟ أستاذ قاسم كان داخل بجو الكوميديا ومعروف به، شلون قدرتي تدخلين تحققين هذا الهارموني؟ يعني أنا بالحقيقة بالأفلام الكوميدية ما مثل الشخصية كوميدية، يعني ما مثلت الشخصية كوميدية، لكن وجودك كان داعم وركيزة أساسية ببناء الحدث الكوميدي. صحيح. هذه أيضا تفصيلة من المهم أن يكون وعي كبير إلها، من تكونين أنت مو كوميدية بالموقف الكوميدي. بس بالمناسبة أنا أتمنى أمثل كوميديا. يعني ما مثلت كوميديا؟ ما زلت لحظة هذه اللحظة أتمنى أمثل شخصية كوميدية 100%. ما مثلت كوميديا بهاي المسيرة؟ لا، مثلت يعني قشات ضمن الدور. مو تلبي طموحك بال... لا، أريد أحب أمثل مسرحية شخصية كوميدية 100%، شخصية نسوية. إحنا ما عندنا، ما يعرفون الكتاب يكتبون شخصيات كوميدية، يعني غير أمل طه الله يرحمها، يعني صحيح، وهي شيء يعتمدون على الشكل.